مشاعر مختلطة بين الكره والود تراود الحاج أبو مالك تجاه خيمته التي رافقته منذ نزوحه الأول قبل 3 سنوات. تنقلت معه في رحلة النزوح الطويلة وكفته عن الضغن والتشرد، ولكنها لم تكن وفية مخلصة، فلم تستطع مقاومة زمهرير البرد وجلادة المطر، بل وكانت حافزا لوهج الصيف. نزحت 9 مرات صار من مكان إلى مكان آخر، وشنو سكنت خيمة 4x4، يعني أيام الصيف والله العظيم حرقتنا، وأيام الشتوية من نفخة هواء تغلب من فوقنا وبرد بآن واحد، والحمد لله مقاويتنا، ولكن والله ما هي حاميتنا لا من برد ولا من شوب. آلاف العائلات التي تسكن الخيام القماشية أنهكتهم السنون الماضية، فلم يسلموا وخيامهم من لهيب الصيف وقساوة الشتاء، وسط عجزهم عن تأمين مسكن آمن بدلا من تلك الخيام، منتظرين أن يتبدل حالهم في الأيام القادمة عن طريق مساعدتهم في الحصول على مسكن يبعث في نفوسهم الطمأنينة ولو إلى حين. تحاول المنظمات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة إيجاد حلول لمئات آلاف النازحين في شمال غرب سوريا من خلال توفير مساكن جيدة لهم يحظون فيها ببعض الأمان المفقود. منظمة وطن العاملة في الشمال السوري بدأت قبل نحو 3 أشهر من الآن بمشروع ضخم يضم 3100 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء النازحين في بلدة كفر جالس شمالي إدلب. الوحدات مصنوعة من ألواح الفايبر المقسى الذي يؤمن عزلا حراريا وصوتيا جيدا فضلا عن مقاومته للأمطار. القدرة الاستيعابية للمشروع حوالي 2500 عائلة. طبعا نحن حاليا ضمن مراحل تنفيذ المشروع، وصلنا بنسبة تنفيذ 40% تقريبا، من المتوقع انهاء تنفيذ المشروع في نهاية الشهر الثاني شهر شواط. طبعا المستفيدين من المشروع هن جميع العوائل النازحة في الشمال السوري والمقيمة ضمن المخيمات العشوائية والغير منظمة، بالإضافة للعوائل المقيمة ضمن مراكز الإيواء ومراكز التجمع المؤقت. سيتضمن المشروع أيضا كتل حمامات مستقلة لكل عائلة، بالإضافة إلى تأمين صرف صحي متكامل مع ربط النظام بحوض ترسيب ومعالجة لمياه الصرف، فضلا عن شبكتي الطرق ومياه الشرب، وإنشاء نظام لتصريف مياه الأمطار لتجنب الكوارث التي تواجه سكان المخيمات في كل عام.